لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق من زاخو حتى الفاو كل مناطق العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فكل اللي عليك تريد تشاركنا بموضوعنا اليوم تدق على واحد ذني من ذني الأرقام ونسمع رأيك وتشاركنا بصوتك ونتشرف بيك ومشاركتك بالبرنامج. أما إذا كنت تسكن دول المهجر أو عايش في الخارج أو أحد أشقاء العرب من الأخوة العرب من الخليج العربي حتى المحيط وباقي دول العالم تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين، أيضا تريد تشاركنا بالموضوع ما عليك فقط أن تدق علينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. ذني الأرقام الأربعة للاتصال، رقمين للخارج ورقمين إلى الداخل. أما رقمنا الأخير اللي ظهر هنا مثل ما تقرون للمشاركة عبر الرسائل، فعليه اللي ما يقدر يتصل بنا ما يقدر يدق علينا، ما حصلنا لأي سبب إن كان لانشغال الخطوط لما عنده رصيد مثلا، كل اللي عليه يكتب لنا رسالة، رسالة مثل ما مكتوب هنا على هالرقم، احنا إن شاء الله نقرأ رسالة ما تبدأ بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام موضوعنا اليوم نريد نتكلم به عن الحصة التموينية. بداية قبل ما أبدأ الحلقة، الحلقة الماضية من برنامج صوتكم أحد الأخوان اللي كتب لنا رسالة واتساب أنا وعدته وقلت له أسألك القسم الهندسي وأجاوبك بالحلقة مال اليوم، سألني قال إحنا تردد القناة مالتكم عن طريق النت مدى أقدر أعدلها، فسألت القسم الهندسي وجاوبوني وقالوا لي قل له ما يحتاج تسوي شيء، إذا أنت تتابع القناة عن طريق ريسيفرات تستخدم شبكة الإنترنت هي من يمها راح تعدل هذا الشيء وأنت كل شيء ما يحتاج تسوي. فهذا الجواب لك أخوي العزيز أو أختي العزيزة قبل ما أنسى. أيضا بالحلقة الماضية أحد الأشخاص طلب من أدنى أن نسوي حلقة عن الحصة التموينية، هاي الحصة اللي أقرت في العراق بالتسعين، أقرت في بداية الحصار، أقرت في بعد ما عاش العراق فترة من الزمن في نكبات عديدة، لكن هاي الحصة اللي كانت بدايتها 16 مادة و بعد اشتداد سنوات الحصار قلصت إلى 12 أو 10 مواد. اليوم بعد عام 2003 إلى يومنا هذا البلد اللي ميزانياته انفجارية، البلد اللي أصبحت ميزانية سنة من سنواته تعادل ميزانيات العراق أجمع من 2003 لليوم، وصفت ميزانيات العراق بأنها انفجارية على الرغم من أنه العراق يعتمد حاليا على النفط فقط وميزانيته 85 مليار و90 مليار و65 مليار دولار، وبهاي الأرقام أكو عجز. سبب أنتوا تعرفوه كل زين،
هو الفساد. على الرغم أنه ميزانيات العراق السابقة كانت بها الزراعة والصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير والمنافذ الحدودية والسياحة و و و و كلها إضافة إلى النفط، وكانت أرقام ضئيلة جدا بالنسبة إلى ميزانيات العراق اليوم. ومع ذلك كانت أكو حصة تموينية ماشية، حصة تموينية وجدت حتى المواطن العراقي وخصوصا الفقير، على الرغم من أن الحصة التموينية اللي كانت توزع بالعراق كان الغني والفقير يأخذها، العراقي والغير عراقي يأخذها، كل من يسكن بالعراق كانت إلى حصة تموينية. شوية شوية الحصة التموينية وراء الاحتلال بدت تنشال عن بعض الناس وتقل على بعض الناس، إلى أن سووها أربع مواد، إلى أن وصلت أنه مادة، إلى أن وصلت أنه ماكو حصة تموينية أصلا. السؤال اللي ينطرح، سويتوا قوانين جديدة، سويتوا قرارات، مثلا قرار رقم 24 لعام 2021 يقول قواعد جديدة لصرف السلع التموينية على البطاقات التموينية اعتبارا من بداية شهر شباط عام 2021، وذلك من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وعليه تكون هنالك قوانين جديدة بالصرف بالنسبة إلى الرز، بالنسبة إلى الطحين، بالنسبة إلى السكر، بالنسبة إلى المعجون، ذن يكون لها قواعد جديدة، وده يأخذون الوكلاء 1500 دينار اللي هي قيمة الحصة الرمزية اللي المفروض يدفعها المواطن مقابل الحصة التموينية. كانت قبل بها عدس وبها فاصوليا وبها حمص وبقوليات بشكل عام، بها معجون طماطة، بها زيت، دهن، تمن، شكر، شاي، صابون، زاي. يقال أنه أنا ملحة قلت لكن سمعت أنه المدخن كان إلى أيضا جزء بالحصة التموينية، ويطوه جيجاير، أيضا الطفل كانوا يطوه حفاظات، مواسة مال حلاقة، معجون مال حلاقة، لأن كلها كانت جزء من الحصة التموينية اللي يأخذها المواطن العراقي ويروح لبيته، حتى تقلل العبء على هذا المواطن خصوصا الفقير. الفقير اللي تجي حصة، إيش قد عدد أفراد عائلته؟ 2، 3، 4، 5، كل فرد إلى حصة معينة من كل هذن المواد. طبعا الطفل ما يأخذ موس مال حلاقة، بس إلى حصص ثانية. هاي الحصة اليوم عندك فقر بالعراق مو طبيعي. اليوم الفقر بالعراق 45%، 10 أو 25% اللي هم 16 مليون، أتصور أو 4% الرقم اللي هم تحت خط الفقر، 10 مليون عراقي، عفوا 10 مليون عراقي تحت خط الفقر، 16 مليون إنسان مهددين أنه ينزلون من الفقر إلى تحت خط الفقر، ذولا كلهم يحتاجون إلى هذا الدعم. الحصة التموينية اليوم تعتبر إلى هؤلاء الفقراء هي المخلص حتى يقدرون يمشون أيامهم ويعيشون. اليوم عندك مشكلة بالحصة التموينية، ناس دا تشتكي من قلة المواد، ناس دا تشكي من التمن اللي دا يتوزع أو الطحين اللي دا يتوزع ويقولون أنه غير صالح للاستهلاك البشري. إذن المشكلة وين؟ أبو عراق من الفلوجة حياك الله. أبو عراق، أبو عراق تسمعني؟ يبدو أن الاتصال انقطع ويا أبو عراق، أتمنى يرجع لنا ونسمع رأيه. الكل يعرف أنه المواطن العراقي أو الإنسان العراقي أكو مادتين أساسيات على المائدة عنده، التمن يسمى عربيا الرز والخبز. اليوم أربع مواد يطوب الحصة، الأساسيات اللي هي التمن والطحين. أكو مواطنين دا يشكون أنه التمن والطحين غير صالح للاستخدام البشري، إضافة إلى أنه قلة بالرواتب، غلاء الأسعار، غلاء تكاليف المعيشة، الحياة صارت صعبة، المواطن ما دا يعرف وين يطي وجهه، المفروض أكو دولة تدعمه، عندك نازحين اللي هم لا عندهم بيوت ولا عندهم عمل ولا عندهم شيء،
دول كلهم يحتاجون إلى هذا الدعم. فالحصة التموينية وين؟ أبو عراق من الفلوجة رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم أخويا أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفل أنا ما راح أناشد الحكومة لأن ماكو حكومة، بس راح أسأل الشعب العراقي. نعم. أقول له يا شعب العراقي، هل مقتنع أنت بهاي الحصة التموينية؟ مقتنع بيها؟ وأريد هذا اللي يطلع الأخ أبو شيماء، ما أريد أسير الأدب. أريد أسأل أبو شيماء، هل الحصة أنت مقتنع بيها اللي تطلع لهم بعد تحكي والحكومة؟ مقتنع أنت يا أبو شيماء بهاي الحصة التموينية اللي جاي ينطوها؟ أسمو تقولون نظام البائد كان مأذين عمي، بس خلي يشيكوني كم مادة كان ينطوها، كم مادة؟ هذا الله يخليك عمي، ما تحكم عمي. إذا وين الحصة؟ وين الصناعة؟ وين الزراعة؟ وين المياه؟ وين الكهرباء؟ دمرونا عمي، والله دمرونا. أنا بس راح مناشدة أخيرة أسأل الشعب العراقي، يا شعب وين تبقى صابون؟ لوين؟ وأنا أشكرك أخوي. نعم. شكرا شكرا لك أبو عراق. مثلا التقارير اللي موجودة جوا إيدي واللي سحبتها وموجودة على الانترنت تقدرون تتابعوها، استبيانات عن الحصة التموينية. مثلا شخص كاسب يقول عن أي حصة تموينية، تمن والطحين اللي دا يتوزع علينا ما نقدر ناكلهم لأن رديئات ما ينطبخن، وغالبا ما يتم توزيع مادة أو مادتين للمواطنين. بالمقابل أنهم دا يأخذون من أدنى فلوس الحصة الكاملة هي 1500 دينار عن الفرد الواحد، وقال انه اكو اشهر 2 3 4 ماكو حصة اصلا واللغة وما نعرف شنو السبب. شخص ثاني مثلا من حي الاعلام يقول انه وكلاء الحصة التموينية ياخذون الفلوس وياخذون كل شيء وتجينا الحصة ناقصة، ومرات ما يطونا اياها ومرات يطونا مادة او مادتين، ويقول انا شهريا لازم ادفع عن عائلتي 120 الف دينار لانه احنا 8 واتسلم مادة او مادتين فقط، وأطالب رئيس الوزراء هو كاتب بمحاسبة كل من يتلاعب بقوت المواطنين. الشخص الثاني يقول كمية المواد الغذائية اللي تتوزع ما تكفي أصلاً، ولازم تتحسن نوعيتها ولازم تنضاف لها أصناف أخرى، وعلى الأقل أنه ما نقولكم ترجع مثل قبل لكن ترجع تكفي المواطن. مواطن ثاني من محافظة غير العاصمة العراقية بغداد يقول أنه ما نقدر نستلم المواد الأربعة لأنه ماكو وكيل يوزع المواد الأربعة. أحد الموزعين بالتقرير يقول إحنا أصلاً مشكلتنا مو ويا المواطن، إحنا مدى نوزعها لأنه مدى نستلمها كاملة. يقول مثلاً نستلم الزيت بشهر، والشهر الثاني نستلم شكر وطحين، والشهر الأخ نستلم رز وزيت، ولهالسبب إحنا مدى نوزع مادة أو مادتين. لكن السؤال يعني العراق اللي ميزانيته 85 مليار دولار مثلاً في إحدى السنوات، ما يقدر يستورد مواد الحصة التموينية كاملة؟ ما يقدر يعطي إلى كل فرد من أفراد الشعب العراقي نص كيلو فاصوليا على نص كيلو عدس على نص كيلو حمص وياها شوية زيت وياها شوية تمنات وياها شوية طحين وياها شوية شكرات، ويقول لهم هاي حصتكم التموينية الشهرية وروحوا عيشوا وخلوا الناس تعيش. شنو السبب اللي العراق يعني ما يقدر يوفر الحصة التموينية؟ أبو أحمد من العمارة حياك الله. السلام عليكم، انتم حي استاذنا استاذ رفل، حياك الله اخوي. اشكر قناه الشعب، اشكر قناتكم قناه الرافدين، تعتبر قناه الشعب المظلوم. يسلمك ربي. اذا انا عراقي من خلال صوتكم اريد صوت يوصل رئيس الوزراء، نعم بها مجال، اذا بها مجال لان تعالكم الليل، نعم اذا من خلال قناتكم الشريفه الموقره اريد صوت يوصل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظم بعد ما لانه تعبت. نعم تعبت المناشدات، اريد من خلال منبركم، منبر الشريف، هذا منبر شريف استاذ رفل، منبر شريف، وصوت صوت صوتكم صوت عراقي، وانا لا اخوكم عراقي، اريد صوت من خلال منبركم يوصل لرئيس الوزراء. عائله قلت عائله مظلومه، انا عائلتي مظلومه، والمولية تريد ان مصطفى الكاظم يسمع صوتي. لا لا اذا بها مجال يرحم والديك استاذ رفل. نعم اي والله اي والله، اريد صوتي صوت يوصل رئيس الوزراء هالمره مصطفى الكاظمي. نعم من العماره مظلوم. نعم اي والله استاذ رفل مظلوم، انا لا حتى الحصه ما تكفي، لا حصه لا دواء لا كل شيء،
كل شيء ما عندي، ما اقدر فيني لا حص لا حتى اقدر مشتري ما اقدر اشتري الله وكيلك، علاج ما اقدر اشتري، كل شيء ما اقدر اشتري، وقاعد تجار اي صوت يوصل هالمره ليش الوزراء اذا هو يسمع صوتي ويقول انت عراقي ومن خلال صوتكم منبركم يوصل صوتي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلال منبركم ها استاذ رفيق من خلال منبركم. نعم شكرا شكرا لك ابو احمد، وان شاء الله اللي دا تناجد دا يسمع او دا يشوف اللي يشاهد القناه ويسمعك ويوصلك او توصل لمناشدتك. ابو سميه من الانبار حياك الله ابو سميه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي الكريم بخصوص الكلام عن الحصه التموينيه. نعم. الفساد الذي شاب الحصه التموينيه له سببان رئيسيان. نعم. السبب الاول هو الوضاعة الذي يحارب المواطن في قوته، قوت الفقير وقوت الغني وقوت كل الشعب، هذا لا يترفع عن هذه الدعاء، فلو كان مترفعا لما حارب المواطن قوته، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني يا أخي الكريم، هذه الحكومة غابت عنها النزاهة في شتى الوزارات، لا تعرف شيئا اسمه النزاهة، مفوضية النزاهة وغيرها هذه حبر على ورق، سرقة في كل الوزارات، الفساد في كل الوزارات، عدم الاكتراث بما يمر به المواطن من ويلات ومن فوارث ومن المهم الاستفادة بناء في الخارج ليس في الداخل. يا سيدي الحكيم أنا أتعجب، يعني تعجبت يعني في أحد المرات زرت مستشفى صينيا لأجل علاج لأخ كبير. نعم. العجيب في الأمر أنني يتعامل مع أناس شيوعيين، وعندما دفعت $30,000 قبل أن أغادر المستشفى بليلة أرجع إلي $7,500 بدون علمي، والتقارير كلها مكتوبة باللغة الصينية، ولا أدري ماذا أخذوا وماذا فعلوا وماذا حاسبوا أصلا، لأنهم أخبروني قبل السفر بليلة أن $7,500 قد عادت لك من العلاج. يا أخي هذه مجتمعات شيوعية، فأنتم يا ترفعون شعار الإسلام، هل تعرفون عن الإسلام إلا اسمه؟ والله لا تعرفون عن الإسلام إلا اسمه. أما التطبيق فأعوذ بالله، لماذا هجرتم مواطنيكم؟ أصبح المواطن الآن يفضل ركوب الزوارق وركوب البحار والمخطرة لكي يهنأ بحياة كريمة. أضرب لك مثالا، ابن عمي في ألمانيا سكن هناك بعد أن ركب البحار، استقر هو وعائلته ويعيش حياة كريمة. لو كانت هناك حياة كريمة في هذا البلد، هل فكر المواطن بالسفر والمخاطرة وركوب البحار والخاطرة بعائلته إلا بسبب ضيمكم؟ يا أخي الكريم كما أسفت لك، السبب والوضاعة، الوضاعة عند الحكومة، والسبب الثاني النزاهة غابت عن هذا البلد وغابت عن الوزارات بالتحديد. وشكرا لبرنامجكم. شكرا لك ابو سميه. كان من المفترض ان تدخل ويانا ام حاتم، لكن انقطع الاتصال ويا ام حاتم من المدائن، اتمنى ترجع لنا يا ام حاتم. احد المختصين في الشان الاقتصادي يقول ان ما يحصل في الحصه التموينيه هو عباره عن سرقه، وان مواد الحصه التموينيه تسرق في وضح النهار، يقول خصوصا اذا عرفنا انه كل وكيل حصه تموينيه شهريا ياخذ قيمه الحصه التموينيه من كل افراد العائلة بشكل كامل. إيش قد قيمتها؟ 1500 في 8 مثل ما قال الأخ قبل شوية، 120,000 دينار دا يدفعها. يقول هو المواطن دا يدفع، إضافة إلى ذلك أنه حسب الموازنة وبقانون الموازنة تخصيصات الحصة التموينية مثبتة مسبقا بالقانون باعتبارها نفقات حاكمة، يعني يجب على الحكومة أن تروح تشتري مواد الحصة التموينية بهاي النفقات، لأن ما حد يقدر يلعب بيها وهاي حصة للشعب، لكن مع ذلك الشعب ما يحصل حصة التموينية. أم حاتم من المدائن حياك الله. يحييكم والسلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. موضوع المغيبين يعني غلقتوه فدنا وشماك وحس عليه. والله يا أمي مو غلقنا، بس يعني إحنا كل فترة نحاول نفتر بالمواضيع، حتى كل شوية نحكي بموضوع الشعب يخلي عينه عليه ويشوفه، ونرجع نحكي بمواضيع المغيبين، وبكل حلقة الناس دا تحكي عن المعتقلين والمغيبين ودا يحكون بيهم ونرجع نحكي بيهم، لكن احنا ما ناسيهم يا أمي. والله
يا امي ان وجههم الله يعني ما قاطعنا بس تعرف ما قاطعنا. نعم. ايه تعرف الامهات تظل 24 ساعة ابني ابني. والله يا امي والله يا امي كلامك صحيح وعلى العين وعلى الراس والله يعينكم، لكن تعرفين والله مشاكل والله مشاكل العراق هوايه يعني احنا اليوم مثلا بدنا نحكي عن حصه تموينيه وانت عندك قضيه المغيبين يعني هي تلقين اثنيناتهم تلقين اثنيناتهم سببها واحد وهو الفساد او المخبر السري او قضايا كيديه او لانه العراق ما بقضاء يعني اريد اسالك سؤال والله 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 نعم. هم موظفين يعني لو عندهم شيء طلعونا بالتلفزيون خلي يعدمون نعم بس ما بنعرف نعم ان شاء الله نحكي بيهم مره ثانيه موظفين والله بالمصارف ونرضيك ونرضي نرضي الساده المواطنين تدللين يمه ان شاء الله تبشرنا بالخير طول عمرك صح يسلمك عمي. يسلمك يسلمك يوم يسلمك شكرا شكرا جزيلا لك ام حاتم نرجع الى قضيه الحصه التموينيه يعني حصه تموينيه حسب قانون الموازنه ما حد يقدر يلعب بفلوسها ايش قد بالموازنه مليون لازم المليون طالعة مليار لازم المليار طالعة مليارين لازم المليارين طالعة يعني لما مواد الحصة ماكو شنو معناتها أبو أحمد من ميسان حياك الله نعم السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أنت تحكي بخصوص التموينية والبطاقة التموينية نعم هو القتل صاير بشوارع عمي هم يدوني يقتلون الناس انت جاي تحكي على البطاقة التموينية هم من هم مسلي حتى هم يودعون البطاقة التموينية مجموعة مال عصابة مستولين على البلد جاي ياخذون ممتلكات البلد وهذا النفط جاي يلعبون به وهذا الشعب انت من الساعة قبل شوية تقول 40% لا انا اقول لك 80% ما جاي عم العراق عم تصدق الله وكيلك المرضى ظل بيقول هذا الهي عم ناس معوجة يسطحي مال دبرة بطالة وفقور قاتل عمي عمي انت ذول هم شيعة السلطة وسنة السلطة هو سنة غير سنة رسول الله وشيعة شيعة الإمام علي هم طبقوا من طبقوا شيعة الإمام علي طبقوا سنة كلام الرسول عم أبرياء دول من الإسلام وأبرياء من الدين عموا يقدرون يقتلون الشعب كله ولا كمية هاي الكمية كذي الحصة التموينية كذي وشكرا عمي شكرا 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 لك أبو أحمد أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبو أحمد من ميسان. إيه. يقول على سيدنا علي، سيدنا علي بريء من هذول الشوكولاتة الزفرة. نعم. وسيدنا الرسول بريء من هيك نماذج قذرة. هذول ما يمثلون سيدنا علي ولا يمثلون الأئمة ولا يمثلون سيدنا الرسول. هذول ناس دايحة ناس صاغبة. ناس ولد جنة ولد متعة ولد متعة ذول كلهم ولد متعة لأن التموينية أنت أحسبها بوك صدام حسين الميزانية مال التموينية بوك صدام حسين وأحسبها الميزانية بهذا الوقت بوقت هذا القدرة كم مليار هسه زين وين عطروح السدن المليارات وقت صدام كل شيء متوفر كل شيء متوفر بوك صدام حسين يعني مو يقول لك فقر لا ماكو فقر بوك صدام حسين يعني هسه صار الفقر هسه صار الفقر والناس مجهلة يعني هنا بالجنوب كلت شيء من مجهل بطالة كله ويحاسبون والله يفلان يتاجر بالحبوب يتاجر بالمخدرات ولو عنده مصدر رزق يتاجر بالمخدرات لا ما يتاجر بالمخدرات نعم نجوع تاجر مو بس بالمخدرات شكو شيء ممنوع تاجر نعم غير اكو سياسي عجيب اكو ناس واصله ماكو هو يجي على البرلمان في سبيل اخذ حصانه دبلوماسيه في سبيل ما حد يحاسبه المواد الغذائيه البسوق هي كلها تابعه لهم اخاف يقول لك والله تجار هذا حكي هذا لا حد يقنعك بهذا الحكي والله تجار صحيح انا اشتغل يمك واني باسمي التجاره وباسمي بس انت المسؤول علي انت الكل بالكل انت اللي تسيرني انا مسير مو مخير نعم يعني بغض صدام حسين الله يرحمه حتى موسى الحلاقه حليب اطفال حليب صغار حليب كبار شتيل اكو ويقول لك مجاعه وين اكو مجاعه ذاك الوقت حصار وتصدير النفط برميله النفط كله ما يسوي 8 دولارات او 5 دولارات
وهسه برميل النفط حيصل لل 100 دولار وتروح فلوسه. حتى انت شيك على المحطات الحكوميه، هاي الحكوميه والنفطيه ايش قد وارداتها يوميه بس داخل هذا بس شعب الدول بالداخل، يعني وين تروح الفلوس؟ نعم يعني طلعنا ويطلع ويطلع الحلو المسؤول، يعني ما عاد تستحي ما عاد تستحي ما عاد تخجل حياتك، مش يجي لك الفساد الاداري، الفساد الاداري يعني طلع الفساد الاداري الشعب اللي طالب بحقه. يعني هسه هي وفر البطاقه التموينيه مثل وقت صدام حسين الله يرحمه، صدق حتى مظاهرات العالم ما تطلع. يعني فساد اداري فساد اداري، يعني الفساد هم اساسا فاسدين، فاسدين خلقيا اصلا، وما عندهم ما عندهم شرف. يعني من يشوفون الشعب يقول لك الشعب انا جوعان انا جوعان انا جوعان، عيد حقي يعني نعطيه حق انت للشعب. انت عتبوك ميزانيه مال الدوله بال 2014 راحت انضربت ما نزلت حتى على على الدوائر الدوله ما نزلت 2014 فتره داعش طلعوا لقاء ويا بدر الفحل بغته يقول له يقول له قناه السومريه يقول له قبل ما يطلع اعلان قبل ما يطلع فاصل اعلاني ميزانيه 2014 وين صارت؟ يقول له راحت صارت واقع حال. شنو هي 10 دنانير اللي صارت واقع حال؟ مليارات مليارات ترى مو هذا شيء شيء يعني 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 بس هذا الشعب ما ادري وين راح يظل ساكت؟ شنو هذا الشعب؟ شكرا لك ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام صوتكم مستمر وياكم بس بفاصل قصير ونرجع لكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقية على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. بالنسبة للفاصل تعرفون كل جزئية أنه بث بث القناة على نظام الأزدي يوم 28/2 راح ينقطع، فعلي نتمنى أنه تعيدون البث أو تعيدون البحث حتى يتفعل عندكم نظام الأجدي وتكون الصورة أكبر. أبو حكمة من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ؟ هلا بيك يا الغالي. والله أنا أتعجب على الشعب من يطالبون من رئيس جمهورية أو رئيس وزراء يطالبون من عنده بالمواد الغذائية. يا أخي لا طالبون من عنده، طالبوا إيران، خلي إيران تنطي، لأن إيران العراق صايرة ولاية من إيران، هاي واحدة. اثنين، احنا نطالب من أمم المتحدة يرجعونا البند السابع، بند السابع يرجعون العراق على بند السابع، والأمم المتحدة هي تتصرف وهي تنقذ الشعب أحسن من الحكومة. يا أخي والله الشعب دمروه، والله ما يعني دمروه الشعب، دمروه الشباب، ما خلوا شيء. نعم. ألو. وياك. إيه. يعني سمعت كلامي. لو يرجعون البند السابع أحسن. نعم. البند السابع مع الأمم المتحدة هي تتصرف وهي توزع للشعب أحسن وأشرف. خلي واحد يهودي يوزع أحسن. نعم. المواد الغذائية. نعم. نعم. شكرا لك أبو حكمة. يعني بعد اللي قاله أبو حكمة كلمة واحدة بس نحب نوصلها، اللي تسمي نفسها أنه هي حكومة في العاصمة العراقية بغداد، قرات عينك أنت واللي قبلك اللي وصلتوا المواطن العراقي أنه يخلي نفسه ويتمنى أنه العراق ينحط تحت ميثاق البند السابع للتابع للأمم المتحدة، أنه يصير على العراق حصار حتى يخلص من الضيم اللي هو شايفه حاليا. أم أحمد من الأنبار حياك الله. أم أحمد. أم أحمد تسمعيني؟ اي نعم اسمعك. بس نصي لي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون، امي العزيزه انت. اي اهلا اخي هلبي. هلا بيك يما. هذا موضوع المواد. نعم. هذا حل يسبب احراج على المواطن. اي نعم اسمعك. اي تفضل يوم.
نعم وياك. تفضل. الحكومه اصلا دا تذبح بالشعب ذبح ذبح، يعني يذبحون بينا ذبح من الجوع. كل في سبب يعيشون ايران من النفط وبخير العراق، واحنا هنا اطفال قمنا ما نقدر نجيب لهم بطل زياده 3000. شنو هاي الحكومه الفاسده اللي ما تحس على نفسها؟ وياي اخي وياكم وياك يما وياك. اي نعم، المفروض يحسون انفسهم لو يجيبوا لهم واحد من غير دوله بيطيره صار رحم بينا وما خلانا نعيش عيشه. نعم اي، وحسبي الله عليهم ان شاء الله ونعم الوكيل. العوائل هنا أنا قامت الناس يعني الزرع قضبوا الحدود، يفتحون الحدود يستاردون من الخارج زرع، والزرع مالنا نتعب بيه وما حد يشتري من عندنا في النوم. والمواد والفواكه هاي الاستيراد والشي يقلونها، والنوف فوق هذا المواد لقوها عندنا فرق نوف هسه ما ادري نشتري به طين كم شكل ما ندري اياها لو فيها. يعني حسبي الله عليهم ان شاء الله. نعم. يعني اكو دوله قرقانه بالنفط ما يكرون مواد للمواطنين، يعني لو يطلعون ويخلونا نجيب لنا حي الله واحد يحمنا كان صارت برونا خير. وشكرا لكم عيني يعني اشكركم عفو يوم. العفو العفو يعني دولة فرجنا فاصلين دولة فجر العفو اللي العفو عبي. شكرا 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 جزيلا لانضمامك لنا برنامج صوتكم. ابو مروة من كربلاء حياك الله. الله يحييك، شكرا اخي العزيز. العفو لا شكر على واجب. الله يحفظك حبيبي، تشكرون على تغطيتكم لكل المواضيع، مع كل احترامي لهذا الموضوع وهو المصلحة العامة. لكن يا اخي أنا أقول مثل ما قال المطرب عزيز علي. نعم. الشق كبير والرقعة صغيرة أخي. نعم. والله العظيم أقسم بالله وأنا مواطن عايش بهذا الشارع العراقي، والله من كثرة الأزمات بعد ما قمنا نحسب للوجبة حساب، لأن مين تلتفت مين ما تلتفت أخي معاناة، خاصة هاي الأربع خمس أشهر الأخيرة. سامع بالسنة الكبيسة؟ نعم نعم، مرت علي سنة كبيسة وربي يعلم، وساعد الله الشعب العراقي. أقسم بالله لو غير الشعب العراقي حدث ما حدث من كوارث سوى، لكن الشعب العراقي شعب غيور وشريف، تحكم أعراف وتحكم عشائر محترمة وحكم دين، فلذلك إلى الآن ساكت. يا جماعة، يا طبقة السياسية، يا طبقة السياسية، احنا من نطلع ونحكي بالقنوات الفضائية هاي مو نزهة ولا مجرد لقلقة لسان. ما طلعت الجماهير بتشرين ب 2019 طلعوا الا نتيجة تحصيل حاصل خراب دمار بكل المجالات. يمعودين قلونا وين رايحين احنا بالنتيجة، ما اعرف شنو الوصف اللي اوصفكم، ما اعرف شنو وصف اللي اوصف هاي الطبقه السياسيه. انتوا الى الان ما حسيتوا، انتوا بوادي والشعب العراقي بوادي اخر. ما اعرف الى الان بعد كل هالكوارث تصورون هل انه انتوا على صح؟ ما اعرف انه تعرفون انتوا على خطا وتعاندون؟ ما نعم تعرفون انتوا على خطا واعترفتوا بخطاكم، اعترفت بخطأكم، لكن والله العظيم ما تكسرون إرادة الشعب. ما سمعت بعمري كل هذا كسرت إرادة الشعب. نعم نعم تجي هفوات للشعب، تجي فد هفوات، لكن والله كبوة فرس إن شاء الله. وهذا الشعب العراقي ترى ما يرحمكم، وهذا إنذار لكم، أنتوا أذيتوا الشعب العراقي. نعم. شكرا جزيلا. شكرا العالم. شكرا لك ابو مروه. ابو شيماء من بغداد حياك الله. ابو شيماء ابو شيماء تسمعني؟ الو 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 اسمعك. يبدو ان ابو شيماء بدا يسمعني، ما اعرف موجود لو لا. ابو شيماء بعدك؟ انقطع الاتصال يا ابو شيماء، شكرا جزيلا لانضمامك لنا. اكو تصريح الى المتحدث باسم وزاره التجاره
صرح يوم 1/2/2021 يعني قبل سنة، قال إن الوزارة توزع 9 كيلوات من الطحين على كل فرد عراقي، وأنه تم خلال عام 2020 توزيع 10 حصص بمعدل 35 يوم للحصة الوحدة. المفروض العراقي يأخذ 12 حصة مو 10. المهم بيقول إنه العراقي يستهلك أو الوزارة تعطي 350 ألف طن من مادة الطحين تقدم شهرياً للحصة التموينية، وأن هنالك فائض 5 مليون طن. 5 مليون طن يعني إذا أتت 350 ألف طن هاي 700 ألف طن، بقت لك 4 زيادة الشهر يما السنة المضت وينها. المهم هاي واحد زين، إذا عندك 5 مليون طن السنة المضت مال 2021 بالنسبة إلى العجز بالمواد التموينية 6 أشهر أو 7 أشهر عندك عجز. إذا أنت عندك فائض بالقمح وعندك 5 مليون طن موجودات بالسيلوات وبالمخازن، ليش ما توزعن على المواطن؟ هذا السؤال اللي ينطرح هسه. رياض من أمريكا، حياك الله يا رياض. السلام عليكم أخي آسر، تحية قيلة وقت الراديان البطلة. حياك الله أخوي. اللي تتكلم كل صوت عراقي شريف ومخلص. واجبنا. وتحياتي للطاقم جميعا. الله يسلمك. أخي آسر عندي سؤال إلى قبل الإجابة على الموضوع أسمعك. نعم. أي الجالية العراقية والجالية العربية بصورة عامة يطلبون من قناتكم الموقرة أن يقدمون برنامج صوتكم لمدة ساعتين. واثنين أن يقدمون البرنامج أنت والأخ عمر أو الأخ محمد، يعني بس حتى أفهم طلبكم أخوي العزيز، أنتوا تردون البرنامج مستمر لمدة ساعتين يوميا؟ لا لا لا، بس مرة واحدة يعني، مرة واحدة ساعتين بس. أي لا القصد يعني تردون كل حلقة تكون لمدة ساعتين؟ لا لا لا، بس حلقة واحدة يعني بالشهر مرة لمدة ساعتين. زين، يقدمون الوضع في العراق قبل 2003 وبعد 2003 كحصاد يعني؟ على الوضعية قبل 2003 من دم أبو المرحوم صدام حسين، وبعد 2003 وعلى المحاكمة اللي صارت التزوير جعفر الموسوي وجماعته، والمحكمة الأمريكية الإيرانية اللي صارت على صدام حسين، فهذا الشيء حتى الشعب العراقي يعرض على الشيء اللي صار. ننقل طلبك إلى إدارة القناة وإن شاء الله ويصير خير. نعم، هاي بالنسبة إلى مطلبك الأول، الموضوع الحصة التموينية، تفضل أخ رياض. ونرجع للموضوع التموينية، ما أكو كلها بوق وسرقات يا أخي. نعم. وعندي سؤال إلى أبو حكمة تنسى خارقة بشوية. نعم. يقول بند من الأمم المتحدة، يا أمم المتحدة هي ما حرامية، أمم المتحدة يجي كل شهر يأخذ الجنطة يمليها فلوس دولارات ويرجع. أمم المتحدة كلها منظمات إرهابية، فيا أمم المتحدة يا أبو حكمة كلها بوق وسرقة، شعب العراقي اطلع اطلع روح طور كافي بعد كافي، وشكرا أخافك. حياك الله أخوي العزيز. المشكلة اليوم اللي دا يصير بالعراق أنه كل شيء دا نتكلم عنه، كل مشكلة دا نذكرها، يعني إجانا عتب من أم حاتم تقول أنتوا نسيتوا قضية المغيبين. لا أمي العزيزة، احنا ما نسيناها، لكن المشكلة اليوم الزراعة بالعراق ليش انتهت؟ نرجع إلى نقطة معينة هي الفساد. الصناعة العراقية ليش انتهت؟ نرجع للفساد. البطالة اليوم بالعراق ليش زادت؟ نرجع للفساد والمحسوبية والمحاصصة المقيتة اللي جت على البلد على ظهر الدبابة الأمريكية اللي أسسها بريمر ودستور بريمر، واللي وقعوا عليه ذول السياسيين اللي قاعدين هسه يقولون على نفسهم أنهم سياسيين عراقيين. المغيبين ليش مغيبين إلى هاي اللحظة وأهاليتهم ما يعرفون مصيرهم؟ همينا فساد. ليش المعتقلين الأبرياء موجودين جوا السجون وليش دا يبتزون أهلهم وذويهم؟ ليش النازحين بالمخيمات؟ ليش حصة تموينية ماكو؟ ليش تدريس وتعليم ووزارة التربية منتهية؟ ليش مدارس بالعراق ماكو؟ ليش ماكو إعادة إعمار؟ ليش ماكو هواء نظيف؟ ليش ماكو كل شيء ماكو اليوم بالعراق؟ خدمات ماكو، مي صالح للشرب ماكو، كهرباء ماكو. اليوم السمة الرئيسية المفروض يسموها حكومات الماكو، لأنه ماكو شيء موجود بالعراق اليوم. كل اللي دا يشوفه بالعراق، العراقي دا يشوف ضيم، قهر، تعب، مستشفيات تحترق، أولاد يموتون قدام عيوننا، تسيب من المدارس،
أطفال يشتغلون، هاي الأمور كلها هي اللي دا تأذي الشعب العراقي ودا يتفتت الشعب العراقي نتيجة محاصصة طائفية مقيتة. الشعب يرفض هاي المحاصصة على الرغم من وجود من ينادي بها، الشعب يرفض وجود كتل سياسية وبيوتات سياسية، هذا البيت السني وهذا البيت الشيعي وهذا البيت الكردي، يرفض هذا التواجد لأنه يقول احنا شعب، احنا أبناء بلد، احنا كنا عراقيين، ما اريد هاي التسميات. يرفض ان اللي دا يصير بالعراق، يرفض الفساد، يرفض المحاصصة، لكن مشكلته يروح يريد يطلع جنسية ينجبر ان يمارس هاي العملية لأنه الموظف ما يمشي، اذا ما دفع له رشوة المعاملة انجرت انحطت بالمجر ونست. السبب شنو؟ نرجع الى نفس النقطة الأساسية، الفساد. بالنسبة الى رسائل الواتساب، تحية حب واحترام لكم أيها الأعزاء في قناة الرافدين، أبارك لكم تحول البث إلى الأجدي إن شاء الله للأفضل، إن شاء الله ربي يحفظكم. حيدر كريم من محافظة ذي قار. ورسالة ثانية تقول ألف شكر لك ابني أفل وإلى قناة الرافدين اللي تهتم بنا. أتوقع أي نعم بالنسبة إلى تردد الأجدي اللي جاوبت، أتمنى أن تكون سمعت جوابي أخي العزيز أو أبوي العزيز. عندنا متصل رحيم من النجف، حياك الله يا رحيم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل أخوي. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حبيبي غالي شلونك سار؟ الله يسلمك يا غالي. بالنسبة لحصل تمويني، وجزاكم الله ألف خير على التنبيه، بالنسبة للحكومة بلكي يتعبون أو يحضون كلام الناس، ويعني في التوجيه للشعب حتى يعني يلتزمون بكل شهر بشهرة أو يعني حصة كاملة. نعم فالناس عاشت المأساة يا بن عمي. نعم اي فاحنا نطمن عاني ما اعرف يعني بلكي يوصل صوتنا. وصل ان شاء الله اخ رحيم، واشكر مشاركتك واعتذر منك لكن الوقت ادركني جدا، عندي بعد رسائل واتساب وعندي اتصال. شكرا لك كيان من بغداد، اتمنى بدقيقه واعذرني اخ كيان لكن صدق الوقت ادركني. تفضل اخوي. السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام والرحمه والاكرام. شكرا لك، باكر جاوبك على ليش وليش وليش، دقيقه تكفيني باكر اجاوبك ان شاء الله. شكرا من عندك. تمام. أعتذر منك أخيان لكن صدقا الوقت أدركني. بالنسبة إلى رسالة واتساب أخي أستاذ أفل المحترم، كل ما دار في العراق منذ الاحتلال والحد يومنا هذا تتحمل مسؤوليته المرجعية والحكومات والاحتلال، لأن هم من أصدروا الفتوى بانتخاب هذه الوجوه واللصوص على سوء أن هذه المرجعية تركت دور العبادة وتدخلوا بالسياسة وتعاملوا بالدين الإسلامي بمعايير ازدواجية، وذهبوا بالعراق إلى المجهول بفقدان سيادة العراق وفقدان كرامة العراقيين. ورسالة أخرى، السلام عليكم يا أستاذ أفل يا محترم، بالنسبة للحصة التموينية كانت العمالة المصرية أيام قبل الاحتلال يعيشون بالعراق أحسن عيشة، وفلوس العراق يأخذها وأيضا حصة تموينية يأخذون، وكنا نشهد هذا الكلام. أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى. رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ الله يحفظك، نقدر نتصل على هذا الرقم لو فقط رسائل؟ أعتذر منك ما شفت الرسالة مالتك سابقا، لكن بالنسبة إلى رقم الواتساب فقط رسائل مو للاتصال، أعتذر منك. السلام عليكم، مش تحكي حتى تحكي على الحصة، لو على النفط، لو على حق النازحين اللي أقول حقهم، إحنا نازحين العويسات قالوا لكم 1.5 مليون انطونا ربع وأكلوا الباقي علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، أخذكم أم حسين. شكرا لك أم حسين. مشاهدينا الكرام، العراق يفقد كل شيء، واليوم يفقد المواطن العراقي حصة تموينية اللي من المفترض على هاي الحكومة أنه تطيها وبدون منية. قبل ما نختم البرنامج نحب نذكركم مرة ثالثة
اللي ما سوى هاي العملية نرجو من عنده أنه يسويها، لأنه يوم 28/2 راح يتوقف نظام الأزدي اللي دي يشوف صورتنا صغيرة بالشاشة مال التلفزيون اللي موجودة قدامه، فهو فعليا بعد على نظام الأزدي. يوم 28 راح توقف قناة يمك، كل اللي عليك تسوي نفس التردد، ترددنا هو نفسه، هذا قدامك 10727 أفقي، كل اللي عليك تسوي تفتح التردد وتسوي إعادة بحث، تلقائيا القناة تتحول يمك من نظام الأزدي إلى نظام الأجدي، وتكبر الصورة وتشوف الصورة أوضح وأفضل. إذا أنت غيرت فأنت مغير هذا الشيء، ما غيرت نتمنى تلزم الريموت وتسوي هاي العملية حتى نظل مستمرين وياكم ورا 28/2. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم ما راح تنتهي بهاي الحلقة، باكر عندنا حلقة ثانية أشوفكم بها إن شاء الله، في أمان الله.